اصلا احنا لازم نقول رايز لازم نقول اصلا الفلتر جوه الاوبشن. لا الفلتر هو الاصغر. ايوه اذا في عندي اجل في عندي نود شايفين في عندي نود وجد في عندي نود شباب طالع منها اكس يعني هاي نود اكس طالع منها خط شو اسمه يا هدى رجعوا وكمان خذ بعين الاعتبار انه اذا هاي النود طالع منها خط اسمه برايس كمان خذي بعين الاعتبار فالهاي الاوبشن اللي بتحويه ايش؟ من النجوم واضح؟ هلا يتعلم شيء اسمه يوني تعلم شيء اسمه يوني تذكر اللي مثال هذا ولا هو مش نفسه مش نفسه عندي ايه عندي ايه هذا لا يا سلام ايه التايتل تبعها سبارتي كويري لا مش توتوريال وبي التايتل تبعها شو يا سلام سبارتي كويري توتوريال بروتوكول توتوريال سبارتي بروتوكول توتوريال سي التايتل تبعها سبارتي وسي التايتل تبعها سبارتي ابديت يعني انا تو تايتل ماشي طلع هون شو كنت بعطيني اكس وواي وي بو او اشي له تايتل اكس وهذا له تايتل اكس وهذا الاشي كمان له تايتل واي اتحاد يوني شو شو هاي يعني شو تاني مع بعض يعني اللي له ضوء هو العنوان هو العنوان يعني ايش اه ما انا عارف ايوه بس شو يعني اليوم يوم يوم مش قام يعني جيب اللي هي مع بعض اتحاد بس مش شرط يتوفر من الشرطين مع بعض البيانات موجوده بعدين يعني هو المفروض يجيب لي هالاربع المفروض يجيب لي نفس النفس؟ ليش ليش فصل الاكس عن واي؟ اليوم شو عرفها بالضبط؟ اوكي لانه مش عارف وهيك بقول لك اياها كلها كيف؟ يعني هاي بالنسبه للبوك ما انت لانك عاملهم اكس وواي حطهم مع بعض طلع نسيت يا سلام تطلع على هاي شي هاي؟ اني مفصولات كل واحد جاي من اربع كف شي هاي؟ من انو جاي التايتل هذا؟ دي سي 10 وهي التايتل من دي سي 11 وهي التايتل من دي سي 10 وهذه من دي سي 11 يعني زي جايتك الداتا من وزاره جماعه الداخليه وجايتك من وزاره الاقتصاد والاثنين مستعملين فيرست نيم فيرست نيم يعني تعريف فيلر فيرست نيم جماعه الاثنين تكرار هاي هذا لك يعني زي جايتك الداتا نفترض من وزارة الداخلية ومن وزارة الاقتصاد والدين مستعملين نفس المسمى بس نحن نعرف انه نفس المسمى مش ما يبانش شيء هلا نفس كل واحد بس كله يعني هو مضبوط مستعملين نفس الاسم بس قد يعني كل واحد منهم مختلف مضبوط؟ هلا انا بدي اقول له ايش؟ اعطيني هذول اللي ايش؟ تعمل 10 بعطيني هاي وهاي مضبوط؟ انا غلطان صح 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 ها بعطيني هاي يون يون تون 11 تون 11 هلا اليون تون 11 حتى فوي ها حتى بس انا بدي هاي اليون اليون يون بحطها بحد واضح هاي في هاي الها الها 11 سوري الها 10 لا سوري الها 11 يعني سي 11 طيب بلاش فبالتالي بتعمل طريقة لو حطينا اكس وحدة كنا الواي خليني شوي هلا هلا هذا المثال بصراحة مو راح مرات سابقة بيجي يحط داتا كثير سلايد
وردي كل شيء بس هاي مثال هو مش معكم سلايدز يا ريت لو او حيكونوا معاكم يا ريت مثال زي هيك لانه في اكثر من شغله بدي سيلكت يعني هاي وير يعني كيف كمان ديسكريبشن هاي داتا بغض النظر شيء بقول له سيلكت ديسكريبشن ديت تمام مين اشي او اشي الديسكريبشن تبعه اشي وهاي اشي على فكره اذا هناك شفتوا نقطه اذا في سيمي كولون انا بدي كمل على نفس الشيء الاولاني فيش داعي عند هاي فبحط حتى على فكره حتى من نفس السطر مش مهم فبصير هاي بعدها بريدكت اوبجكت سيمي كولون بريدكت اوبجكت سيمي كولون بريدكت اوبجكت بس نفس السطر بس سيمي السطر بس هلا اندر باي انا هاي بس تعلمت من اوردر باي لا ما اخوي يعني شو الاوردر باي ولا لا ولا بدي اشرح لا في اسندي ودي سندي في هاي اسندي هاي اوردر باي اسندي واسي باي ديفولت اسندي واسي باي وفي ايش كمان سيلك ماكس اماونت والافريج اماونت والدين برو من از لازم تحط از كذا الدين برو بايز مش ضمن الصف ايه على فكره اذا بدكم الصراحه شغله الاجريجيشنز ماكس والصم هذول جداد في سباركي جداد جدا ما كناش ممنوع كان كان غلط اصلا حطيت بعرف شو اللي غير اصلا بس متاكد انهم ستاندرد ولا شخصيا مش متاكد انهم ستاندرد ولا مش ستاندرد بس في انتم ملاحظين انه سباركي اللي عباره عن لغه يعني حدا اصطلح على انه في كذا الاشياء بالطريقه هاي مش الانجن مضبوط؟ ما انت بتروح للانجن عشان مش مهم بس انه دبليو 3 سي عملت سباركي كسنتكس هم يعني مش هم لا عملوش ولا امبلمنتيشن فكانوا في ناس كثير يضغطوا انه هل حطوا الصم حطوا الافرج حطوا الماكس بس هن في ناس مشكله كبيره وما كانوش كاملين يحطوهن يعني انا كنت بعرف هذا الشيء واعتقد انه في يعني دخلت بعرفش دخلت الستاندرد ولا او في بعض الامبلمنتيشن تسمح فيهن ولا لا فبي كيف في جروبا والجروبا على فكره برضه ما كانتش فجديد دخل وهافينج سم تعرفوا هنا عملوا كان هذا الجروب وهافينج قال خلص صارت شو صار؟ اسكو صارت هي بس شيء يعني سامي سباركي بعد اكمل ايدك تاخذ عليها بطل تعرف تسكيل سكيول بطل تكتب سكيول بطل نكتب فروم بطل نكتب فروم ايه على فكره هو كان المفروض فروم انا علمتكم مش كل شيء سباركي بالمناسبه فرم بس فرم مسمى ميتين كتب من ويب سايتس يعني سباركي فكرة سباركي وفكرة الـ RDF مش مسمى عشان تكون في الداتا بيسز كمان مرة في HTML بنكتب في كلبه RDF تكون عندك سايتس كثيرة وانت تبكي قاعد في البراوزر تبعك بتعمل كويري لأكثر من سايت أكثر من إيش؟ يعني بمعنى اخر زي اللي شاف العقل الانترنت زي كيبلز يعني بمعنى اخر شاف الانترنت داتا بيز لازم تكون ار بي سامعني ركز على النقطه استعجلوش الاسئله مره انا مش ضد الاسئله كمان مره كيف واحد قاعد يكتب سباركي والفرم لينك مش تابل لينك يعني وين موجود اللينك يعني ريسورس على الانترنت دوكيومنت زي مثلا ويب بيج في كلبها اتش تي ام ال اي ار دي اف وفي عندي اكثر من تيبل يعني الاخ شو قاعد بيساوي؟ بيعمل كويري على الانترنت شايف كل صفحه زي تيبل يعني شايف الانترنت زي داتا بيز شفت الفيديو بتاع سباركي وين رايح؟ ها
هذا الفيجن تاع سباركي، مش الفيجن تبع سباركي لان نحسن اداء الكويرز تاع الريليشنال تيبلز. ها المشكله عالم الار دي اف وعالم سباركي هون رايح. هلا طبعا كمان مفيد لنا نحل سوليوشنز معينه في داخل الداتا، يعني في داخل الداتا بيس تبعتنا، بس بشكل اساسي هو ويب. ليش بسموه السيمانتيك ويب؟ بس نادر لما تلاقي حدا عم الار دي اف لا مش نادر. يعني ما هو موضوع جديد يعني. الموضوع مش كثير قديم يعني. عادة الاشياء بتبلش هيك. على الاقل انا عامل الويب سايت تبع الار دي اف. طيب هل حتى هلا كنا هابين وهذا شغل، هلا هاب اللي اخذناه ايش هو؟ سيلكت ستيت. في أربعة في الـ SQL شو فيها؟ select ونزير وابديت وديليت ريفولت او دروب. هلا هذا بصير ديليت ودروب. اه طيب هلا هون العالم بيختلف. في عندنا ايش؟ select، في عندنا construct describe واسك. شو الفرق بينهم؟ الكونستراكت لما تقول كونستراكت كويري فورم ريتينز ا سنجل ار دي اف جراف سبيسيفايد باي ا جراف تيبل. سيلكت الاوتبوت تبعها هي الانبوت تبعها شو؟ ار دي اف جراف تريبلز. الاوتبوت عارف داتا بشكل عام تيبل شكلها تيبل زي ريليشنز. هي اللي هي اذا بدي ارجع جراف انا اقدر استعمل في لها تيبلت معينه حتى كمان الطريقه اللي بترجع. ديسكرايب فروم ريتيرن ذا سينجل ريزلت ار دي اف جراف كونتيننج ار دي اف داتا ابوت ريسورسز. هاي سينجل ريزلت ار دي اف جراف بنصرح انها اسم كونتيننج ار دي اف داتا اباوت ريسورسز زي اللي بده اشوف بس الاصل لان انا شكلي مخربش. يعني زي مرات بدك تفحص يعطيني كل شيء عن ام واحد او بجوز هذا برجع لك البريديكيتس برجع لك اليو ار اي كلياته زي واحد شوي خلينا نشوف الاصل. Applications can use the ask from to test whether or not a query button has a solution. اوكي هلا ذكرتها. هي الاسك مش انت قاعد شو قال لي محمد كلمه هو لازم انا ابقى صوره الجراف عندي قبل ما ابلش اكتب السبارك اللي عامل. ايش هيك حكيها؟ عشان اعرف البديك. هلا اذا عن جد بتعرف شو كان كبير استعمل شو؟ اسك عشان تعمل ايش؟ to test whether or not query button has a solution اصلا. تاكد او هاي يعني كيف هاي لها solution ولا لا؟ هاي لها solution ولا لا؟ هاي لها solution ولا لا؟ اه يعني بتقول في له طبعا زي تحسين مو ليش؟ طب انا عندي 32 مليون ريكورد شو يعني كيف بقدر اوصفهم على شو فيهم؟ طبعا اول شيء بجرب شويه كويريز هيك زي ما هبل زي ما بسموها هاي هيك شوف الكويري هبل عشان شو؟ اكتشف الجراف بعدين اكتب ديسكرايب من هذا القبيل. بس ايش؟ بسال عن شيء واحد بصير اسال عن موضوع واحد. يعطيكم العافيه هلا براكتس ماشي والاسئله اللي بتجاوبها في البراكتس.